فاتح شوف شغلك. تمام. لا تنسى على أول إشارة. تصبح على خير يا بيت. لا الخير شكراً. بشار ليش طلعتنا بكير؟ كنا كتير مبسوطين. بكرة الصبح عندي شغل مهم يا بنت. ولسه بدنا نروح على البيت وبدنا نتسلى هنا. دوبنا يا بنت. لازم خلص واشبع نوم كمان. ركبي لي شوف ركبي. لما فاتح ينور الحراس نحن منكمل طريقنا. عهداك المفرق رح نبلش. خلي الانفزلك تبعنا يطلع بإيده والباقي أمره محلول. إن شاء الله ما يصير لنا شيء. يا حبيبي شوف على هالاستفادة عند المساء. ابني انزل شوف لي شو صار ورا. يا زلمة وعامل لي فيها شوفير تاكسي. يا ربي دغيلك والله مو ناقصني يا أخي. والله أبي ومعلمي رح يمسحوا فيني المزابل. لكن خرب بيتي يا جماعة. المعلم رح يذبحني ليكو شو صار بالسيارة. اتفرجوا بعيوني. الحمد لله على سلامتك. تسلم يا أخي بس ليك حاسس السيارة شلون صارت. ولك غليظ وبطلك غليظ. رجله مثل لسانه ما عليها رباط. قلنا له نقرا من ورعه خفيف مو يطلع بيشلو السياره. يا جماعه مشان الله لك الطحبشه يا ربي دخيلك شو هالزلمه. خلص حاجتك اعطي رقمك للشباب حلوله. اخي نحن لازم نعمل ضبط ببوس ايديكم. يلا بقى خلونا نمشي. ليك اعمله مثل ما بده وبعدين الحقونا. طيب تمام. روح الله يعوضك القرش بعشره. لك الله يخلي لك شبابك. انت شلون شوفير تاكسي ها؟ لك مشان الله لك اخي خليني اخذ غبط مي القط نفسي بس. لا حول ولا قوة الا بالله. اذا معكم رقم شي سواج دقوله. والله خرب بيتي اخي. اذا معك سيجارة ناولني. هدي عمي هون بنزل. يلا Duyarsız bizi ele verdin. Hiç habersiz uyandım anda. Gitti bensiz kapana ısındık burada hepimiz. Üstüm liyeliş. Uleş elip diliyel hılığa. Topağını Karaköy üstü balata. Frene asıldım koptu balata. Ters yola saptık koptu şamata. Dayan şuayı ne yapayım bakayım? Çöktü şamata. Biz de ya vahdi. Şu ustu hata kıvan. ليش معطل السير يا أخي؟ ليك شو رأيك تشتري لي وردة وتراضيني؟ ولك تكرم عيونك افتح لي هالشباك. يا ولد أعطي الوردات لمعلمتك. راكب شو بنص الطريق؟ أنت الراكب. وقديش بدنا ندفع ذنبنا؟ ذنبك أنت ما بيندفع بكل مال الدنيا. من بعد اليوم مالك مجبور تطلع عمليات تهريب. علي رضا ألتار.
فاق مراد لسه؟ بلا فاق، بس طلع الصبح بكير قال عنده شغل. برافو عليه. خير رفقي؟ والله يا معلم عرفنا اللي نشر الفيديوهات. انت متأكد من صحة هاي المعلومات رفقي؟ متأكد معلم. وفي شي كمان عم بسمع. صار علي رضا حكاني وأكد لي إنه بنفس الليلة وقت انهجم على المزرعة صبري كان موجود هنيك، يعني لما هجم شوفير التاكسي كان في مين شايفه لصبري بالحارة. اجمع لي كل رجالك رفي، هالكلب لازم يدفع الثمن. ماشي. صباح الخير. صباح النور يا بيك. صباح النور يا بيك. شو الأخبار في؟ أهلين يا بيك. الأوراق جاهزة يا أخي. والشاحنات؟ أكيد على الطريق، نحن بكرنا. راموس جدد لي القهوة. خالدة ما فاقت لسه؟ فاقت وطلعت يا معلم. وين راحت من وش الصبح؟ محمود معها لا تاكلها. عود عود. يسلم ومرتاح هيك. Thank you.